وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، قطعناهم فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض، قسمناهم إلى ثنتي عشرة قبيلة أسباطا، وهم كما قال كثيرون من أهل العلم أولاد يعقوب الاثنى عشر، يوسف وإخوته 11 كما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم 12 أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، كل واحد رأس على صبت من الأسباط، كل واحد منهم صبت هو نفسه وله قبيلته. ومن فضل الله وحتى لا تختلف هذه القبائل 12، الله رحمهم وقسم لهم الأمور تقسيما، فيجوز التقسيم وتجوز القسم عند خوف الاختلاف. قطعناهم 12 أسباطا أمما،